بكل من التحق بنا في الجزء الثاني من برنامج الويكاند. رحبوا بضيفي ليا بحذير، رحبوا بالدكتوره رفقه المولي الاخصائيه في المواد الغذائيه. مرحبا بك دكتوره. عسلامة، مرحبا بالكل. الحمد لله. اليوم باش نحكيو على الزيت، كي نلقاوه وشراوه، دونك نحكيو كيفاش يختاروا الزيت. ما هو القهوه في بالي ولا هاي بالي القهوه في مخازن ولا ما القهوه والله مش متبعه انا بالي. ليسونسيال باش نحكيو على الزيت كيف نستعملوه، انا هو اللي يصلح للقليان، انا هو اللي يصلح للتفويح، وانا هو اللي يصلح للتطيب. معقول برشا، وباش نصحوا برشا معلومات. كيف نرحبوا بجيهان غزايل اللي هي اخصائيه وكونسيير في كل ما هو تجميل. مرحبا بك جيهان. عسلامة فاتوما. صباح الحمد لله. هون فيت اليوم باش نحكيو على موضوع عاودنا تسالنا عليه برشا مرات، اللي هو المشكل نتاع الالتهابات المهبليه. دونك اليوم باش نعاودوا نحكيو بالكدا بالكدا في الموضوع هذا ان شاء الله. دونك باش نحكيو على لاغان بيو. بيو لاغان بيو ولي سوليسيون اللي عندها. لي سوليسيون اللي عندها. رحبوا بسهيره بكار صاحبه براند بوكي. مرحبا بك سهير. مرحبا فاطمه. اليوم باش نحكي على لي فورما بانوراميك في بوكي. هذوما دي فورما جدد باش نحكي عليهم اليوم، وكل واحد عنده تصاور في تليفونه مش يكونوا له حل مزيان ديجا. اكيد. دونك نرحبوا بمولى البرنامج سي رستم بوهلال. مرحبا بك سي رستم. فطومه الغاليه. شحوالك؟ نهارك طيب. شنحوالك انت سافا؟ الحمد لله. نرحبوا بالعائله المصغره نتاعنا. الحمد لله. وبالمعلم عاد الشيف سامي. ربي يفضل. الوغ اليوم شنو باش نحكيو رستم؟ افكتيفمون باش نحكيو على البرستيج وباش نتعمقوا فيها شويه. اكيد. اللي هي متر 90 متر 60. الكبيره هذه. ايه تحكينا عليها امس وتكلمنا وقلنا باش نزيدوا نوضحوا شويه. من انا بالعالي نقول عليها باش نزيد نشد المشاهدين باش يعملوا نتائج باش يهبطوا تصاور امور واضحه. ويتاقين صحابه، ما خلينا نمشي بوحدة الشيف سيم. ميرسي فاطومه، زاد نرحبوا بضيوفنا بالطبيعه مولى البرنامج سي رستم اللي يستنى من بعد ان شاء الله في الفطور. احنا توا باش نوصلوا للطاجين مقرونه. كما تشوفوا لهنا المقرونه نتاعنا حاضره. انا خلطت زوز انواع كما وريتكم قبيله، برك الله لا فاريتي نتاع ورده عندها فاريتي كبيره برشا، دونك ترضي العباد الكل. دونك بعد ما صمتنا المقرونه وبردناها حطيت شويه زيت زيتونه، توا باش نزيد عليها شويه كريم ليكيد وكريم ايبيس. نقولوا زعما علاش انا الكريم ايبيس عندها جو والليكيد عندها جو، دونك بالحق المارياج ما بيناتهم يعطينا جو بنين برشا. مع هو لازم بالطبيعه الفروماج، تروا فروماج تاع مرياح باش نشخشخها بالكدا بالكدا، مع هي رابيد زاده شويه فومي باش نزيد اعمل طحار عظم، ملح زاده نسيس روحي فيه بالكدا خاطر الفروماج الحمد لله معدل في الملح، وشويه فلفل اكحل ما نكثرش. هذوما الكل باش نخرجهم. ونشوف من بعد كان ناقص عظم ولا نزيد شويه كريم. ما يلزموش شايح. هو بطبيعته من بعد مش باش يجي شايح خاطر فيه برشا جبن. نخلط بالكدا بالكدا سورتو. كريم فريش ايبيس باش تتحل. باش نزيدو شويه كريم. دونك الميلونج نتاعي حاضر، انا توا جوست باش نحطو في الغيسيبيون كيما تشوفوه حاضر، وباش نقص معاه زاده شويه فروماج جودا مرياح بالطبيعه اللي باش نزيدو من الفوق، وباش نغراتي باش نعمل كل غراتيناج من الفوق باش يزيد يبان لنا الطاجين. دونك انا باش نكمل تاع طاجين مقرونه ومن بعد باش نرجع نشوفو الحاجه الحلوه مع بعضنا. مشكورة شيف. نبداو نحكيو على الزيت وانواع الزيت وكيفاش ينجم يكونوا صحيين والا لا، وممكن حتى الاستعمالات نتاعنا ممكن غالطه هي اللي تخلينا نستعملوا زيت بالغلط على صحتنا. دونك هذا علاش بحذنا مدام والدكتوره رفقه المولي نعطيها الكلمه. اي مرحبا بكم. الزيت خلينا نبداو بالمنافع نتاعو. هو شنو الزيت؟
الزيت، الزيت كسوة باش تستعملوه في التقلية ولا في التطيب ولا في التفويح، في برشا منافع اللي هو فيه اساسا الدهون المشبعة والغير مشبعة، وفيه زاد الفيتامين دو جروب او اسونسييلمون، وفيه برشا بوليفينول مضادات اكسدة. دونك هذا بالنسبة للمنافع نتاعو، واحنا يلزمنا ناخذوه في النهار على خاطر باش نحقوا اكتفائنا الذاتي الطاقي في النهار، يلزمنا ناخذوا شوية دهون مشبعة وشوية دهون غير مشبعة. الدهون الغير مشبعة هذه اسمهم أوميغا 3 والأوميغا 6 والأوميغا 9. الثلاثة هذوما هما كل الدهون المشبعة اللي نحن نستحقوها في النهار. دونك الحكاية حكاية شنو؟ حكاية رابور. يلزمنا نجموا نعرفوا نعملوا أن رابور إيكيليبغي بين الأوميغا 3 وال 6 وال 9. ماكلتنا فيها برشا 6. وكي فوت الأوميغا 6 الأوميغا 3 رانا مانيش باش نستنفعوا بها، باش يولي لو كا كونتخيغ، معناها باش نولي ونخسروا المنافع نتاعو اللي هما هالزيوت الغير مشبعه هذه باهيه برشا للقلب، باهيه برشا لصحه الدماغ، للتركيز نتاع صغارنا، باهيه للجهاز العصبي، باهيه لتجديد الخلايا الكل. دونك من المهم ان ناخذوا الكميه اللي نستحقوها في النهار من الأوميغا 3 والأوميغا 6 والأوميغا 9. اجا نشوفوا توا المصادر المهمه نتاع ثلاثه زيوت الغير مشبعه. بالنسبه للأوميغا 9 حاجة نستعملوها برشا اللي هي زيت زيتونة. أكثر زيت فيه الأوميغا 9 هو زيت زيتونة، ومعاه زيت لافوكا اللي نحن ما نستعملوهوش برشا زيت لافوكا، أما أكثر حاجة نستعملوها هي زيت زيتونة. الأوميغا 6 هو التورنسول، عباد الشمس. أكثر حاجة فيها الأوميغا 6 هو عباد الشمس، وأكثر حاجة فيها الأوميغا 3 هو زيت الكولزا، أكل فيه الوردة الصفراء. ريسامون ولينا نزرعوه في تونس ويتباع برشا. باهي، دونك نحن بالنسبة للغابور هذا الكل كومون ليكيليبغي او كور دو لا جورني، باش نعطيكم حسبة سهلة برشا اللي هي بالمغارف. دونك بالمغارف قداش نستحقوا من زيت زيتونة في النهار؟ مغارفتين زيت زيتونة، مغارفة زيت تورنسول، وزوز مغارفة كولزا. دونك بالكومبينيزون هذه توت لون دو لا جورني باش نحققوا اكتفائنا ونعملوا ان رابور ايكيليبغي بين هالزيوت هذه الغير مشبعه. اللي يهم هو راهو الغابور مش لا كونتيتي. كيما تشوفوا هذه دونك هي لا كونتيتي نتاع الزيوت المشبعه والغير مشبعه في الزيوت اللي نستعملوها الكل. دونك تورنسول فيه برشا اوميغا 6، دونك باش يغلط لنا هالحسبه هذه الكل. دونك نحن توا باش نقول لكم انا اكثر زيوت تصلح للسيزونمون للتفويح اللي هما اكثر حاجه زيت زيتونه هو راهو نمبر 1 فيهم الكل. اكثر حاجه تصلح للقليين، اكثر حاجه تصلح للتفويح، واكثر حاجه تصلح للتطيب هو زيت زيتونه. سوف كو برشا اغلى يغلطوا فيها ماهوش ليكسترا فييرج وماهوش الفييرج، ماهوش البكر الرفيع وماهوش البكر، هو زيت زيتونه ليجير الخفيفه بكل، وماهيش البكره. معناها ما تبداش جديده الزيت وماهيش تبدا العصره الاولى وبريسيون افخوا. دونك هذيك اللي تصلح للتفويح وللتطييب وللقليل. دونك نستعملوها. بالنسبه للزيوت الاخرى الكل، اي زيوت الكل نجم نستعملوها في التطييب. علاش؟ على خاطر احنا كي نطيبوا ما نفوتوش اول حاجه ل 150 درجه. وزيت استعمال واحد، معناها باش طيبوا باش تاكلوا. دونك اي نوع نتاع زيت كو سوسوا المايس كيف التورنسول الكل، دونك اللي تلقاهم في السوبر مارشي الكل تنجموا تشريهم طيبوا بهم. التفويح كان زيت زيتونه والكلزا. دونك نجموا نعملوا ان ميلونج بينهم الزوز. باغ كونتخ الفخيتور تاو الفخيتور ديما اكثر حاجه تصلح هي زيت زيتونه، ومن بعد الزيت زيتونه بالضبط يجي سوجا اللي هو السوجا فوالا، ومن بعد الويل دو بال اللي هو زيت النخيل، وهذوما الكل نلقاوهم مكتوبين في دابوسه الزيت، يكتب لك فيه زيت نخيل، يكتب لك زيت عباد الشمس والمايس. ايه يبيعوا يخلطوا به خاطر هو اكثر زيت فيه ديزاسيد غراس اتوري دهون مشبعه اللي هو يلاوي برشا السخانه. دونك تلقى فيه اكثر الزيت اللي يصلح اكثر القليل. ما يقولوا مش صحي دكتور. هو زيت النخيل غير صحي، اما ما يعملناش دي كومبوزي توكسيك وقت اللي يسخن برشا. دونك انت ماذا بيك ما تعملش بيه لا سيزونمون، دونك ما تاخذوش كرو، ما تفوحش بيه، اما كي تقلي ماذا بيك تقلي بيه هو. دونك ديما اعز حاجه هي زيت زيتونه، بقى ما لقيتش زيت زيتونه باش تاخذ ذاك الويل دو ميلونج. دونك والمايس يلاوي سخانه اكثر من التورنوسول. فهمتك. دونك لقيت خذ مايس وبعد خذ تورنسول، سينو فما الميلونج نتاع الزيوت هذوما الكل يعملوا ميلونج. دونك يحط لك زيت النخيل معاه زيت الكولزا معاه زيت المايس وزيت التورنسول يلمهم الكل، وهذيك يسميها ويل فخيتور ويل اسيزونمون. دونك هذا بالنسبه للاستعمالات. عندنا حاجتين اخرين نسيناهم اللي هما الزبده والمارغرين. بالنسبه للزبده والمارغرين ديما البور الزبده نستعملوها كرو، على خاطر راهي كي نطيبوا بها اول حاجه فيسع تتحرق
وكل كومبوزي هذاك المغون راهو دار برشا. دونك تحب تطيب شويه زبده ولا تعمل فيه غريي ولا حاجه استعمل مارغرين ديما خير. اي المارغرين خير في التلاوي اكثر سخانه والاخرى تستعملها كرو اكثر. والكومبوزيسيون نتاع المارغرين هي بيدها نفس الكومبوزيسيون نتاع الزيت. ونثبتوا برشا راهو هذوكم ادعاءات غذائيه وقت اللي يقول لك خاليه من الكوليسترول وهي راهي ناتوريلمون ما فيهاش كوليسترول. كل ما هو زيت نباتي ما فيهوش كوليسترول. فيه بالعكس مضادات اكسده نسميهم فيتوستيرون. معناها جايين من حاجه نباتيه. مش يقولوا مش باهيه للصحه وتسد العروق. لا بالعكس في حاجات في برشا نسبه نتاع مضادات اكسده وفي نسبه كبيره نتاع زيوت اللي هي غير مهدرجه وزيوت او الحاجه غير مشبعه اللي هم حكينا عليهم الاوميغا 3 والاوميغا 6. أها. دونك يلزمك تعمل الغابور اديكوا. وحتى طيب نطيب المارغرين كي نحب ناكل تختين ولا حاجه نعملها بالزبده. تعمل البيغ فوالا. دونك الفرق بيناتهم، الفرق بيناتهم سيكو المارغرين اللي هي مصنعه بطريقه كيميائيه معناها ياخذوا الزيت يعملوا ادروجيناسيون هدرجه، والاخرى لا معناها باغ كونتخ البيغ باش تلقى فيها اكثر لاكتوز اللي هو سكر الحليب وتلقى فيها زاده لاكازيين اللي هي لابروتيين دو لي اللي تقلق برشا عباد في معدتهم في العظم. واو. دونك شنو هو الالتيرناتيف الخير منهم الكل بين الزبده والمارغرين؟ هو السمن. هي اي السمن يصلح لكل شيء. دونك تحب تطيب بيه تحب تعمل بيه لاسيزونمون هذاك منحين منه لابارتي ليكيد الحليب اللي فيه من الزبده وبالوقت معناها يولي فيه قيمه غذائيه كبيره ونجموا نستعملوه ويلاوي لنا برشا سخانه. هما قبل كانوا يطيبوا بها طيبوا السمن اللي هي من احسن الطرق خاطر هو لو بوان فيزيون نتاعو عاليه توصل حتى ال 280 درجه. دونك من احسن ليزالتيرناتيف هما هذوما السمن معناها بارابور لهذوما ثلاثه. ونوفيو فطومه بالهكا اللي توسكي دي زويل اروماتيزي عندنا نحن في تونس مثلا تلقاه زيت تزيدوا شويه فلفل بر عبيد تزيدوا شويه بوافغون تزيد شويه كليل شويه زعتر راهو يولي مغذي برشا ونستعملوه برشا في معناها كرو نحطوه بعد ما تكمل على البيزا مثلا باش تعمل يولي فيه الطعمه يولي فيه زاده مضادات الاكسده نتاع البلانت اللي انت حطيتها فيه. معقول. اي فوالا. حاجه اخرى اللي هما لي زويل اسونسييل راهم نجموا نستعملوهم في الكويسون. لي زويل اسونسييل كو سوسوا زيت حبق زيت رند زيت نعناع زيت استراغون دونك هذوما بازيليك دونك الزيوت هذوما الكل نجموا يعطيونا الفلافور ويعطيونا زاده لي بيان في نتاعهم قطره ولا قطتين ما نكثروش منهم ونحلوهم في الماكله والا في لي بواسون اروماتيزين نسميوهم يعطيوك برشا منافع ويعطيوك لو جو زاده. يعطيك الصحه دكتوره صلحت لنا برشا مفاهيم غالطه واستعمالات في الكوجينه غالطه نوعا ما. يعطيك الصحه دكتوره رفقه الملهي اخصائيه في المواد الغذائيه. خلينا تويكا نحكيو بيولانج ودلال نتاع بيولانج. دونك عندنا دي برومو اليوم نحكيو عليهم. عندنا البرودوي فيب كوزين اللي كيما تشوفوا فيه بحذاه. دونك الفيب كوزين نلقاو الفلاكون دو فلاكون الاولانيه 500 مللتر معاها الغوشارج زاده 500 مللتر زوز ب 7000 اكاهاو. دونك استغلوا الفرصه وخذوا منهم الفلاكون هذوما ب 7000 بركه. دونك تلقاهم في جميع المغازات. كيما زاده نذكر بالبرومو الاخرى نتاع بيولانج اللي هما لاكسيون 3 سافون ولاكسيون 3 كيف كيف سافون دو مارسي اللي كل وحده فيهم 2 لتر. دونك ناخذوا اربع ايتريت الاربع ايتريت ب 20 دينار برك. دونك هذا باقي نحكيو على دليل نتاع فيولانج ولي برودوي نتاعهم. نحب نعاود نذكر انه مثلا بالنسبه للفلاكون هذوما نتاع البرودوي فيبا كوزين راهو ينظف الكوجينه كيما يلزم ينظف الغاز ينحي كل ما هو نقول احنا الوسخ هذاك اللي يصير في الكوجينه بعد التطيب وحتى الكوجينه اللي تحبها ديما تلمع راهي تشري البرودوي هذايا وكل شيء يتنحى. نعاود نذكر زاده بالقوه والبنه نتاع البيولانج البرودوي نتاع اكسيون 3 ولا سافون دو مارسي راهو يقعد في الحوايج خلاف اللي هو ينظف معناتها البقايا القويه اللي تمسخن حوايجنا يحافظ على اللون يحافظ على التيسو ويقعد خمس ايام الريحه بنينه في حوايجك. زاده انا قلت لكم زوز معناتها دو فلاكون هكايا كبار دو ليتر راهو ب 20 دينار بركه. وبالنسبه لكل ما هو كويزين دو فلاكون معناتها عندنا 500 و500 ب 7000 بركه. ونعاود نذكركم بجو كونكور نتاع بيولانج. تدخلوا على الباج فيسبوك نتاعهم والانستغرام بيولانج ديتيرجون وتلقاو الدليل هذاك الكل برودوي هذوك الكل تنجموا تربحوهم اذا كانت بارتاجيو التصويره هذه وتاجيو برشا من صحابكم وتعملوا دي كومونتير على بيولانج. وبقدرة ربي الجمعه الجايه نعملوا تيراج وسور ونشوفوا شكون سعيد ولا سعيدة الحظ اللي ربح لي برودوي بيولانج. عندنا دو برومو الأولانية ب 7000 والثانية ب 20 دينار. وصحة للي باش يربح في الجو كونكور سبوت بيولانج ونرجعوا نحكيو.
بيولانج يسهلها عليك بتركيبته جديده اللي تحافظ على الالياف باش الحوايج تعيش اكثر وتقضي على البقايا الصعيبه. اما الريحه نخليكم تكتشفوا البنة. بيولانج، شنو هو السر؟ هذه كانت سبوت الخاصة ببيولانج، وقعت باش نحكيو بوكي مع سهير بكار، وجديد مع بوكي سهير. دونك اليوم باش نحكيو على فورما بانوراميك شي بوكي. هذوما لي فوتو اللي يخصوا الناس اللي ديجا تصرف في لي زانيفيرسير نتاعها، لي ديكوراسيون زاد كيف كيف في عروساتنا، ديجا توا كيف كيف في الحمام، برشا حاجات في كل شيء نعملوا له رونق ونعملوا له زينه ونصرف. دونك هذيك التصويره المزيانه اللي ما نحبوهاش تخص كان سوجي كها، احنا نحبوا زاد لونسومبل كامل نتاع لي فوتو، الديكوراسيون كامله اللي احنا ديجا صرفنا عليها. لي فوتو بوك هذوما بوكي بانوراميك هما اللي هما حل للناس اللي تحب تحافظ على اللحظة الحلوة في حياتها، وزادة كيف كيف على الحاجات اللي هي صرفت عليها وعملت لها قاوق مزيان، وزادة كيف كيف تحبوا موثق في فوتو مزيانة. دونك لي فوتو بانوراميك سي كو الفوتو اللي هي اوريزونتال فيها قولوا احنا ديجا تو انا اخترت هذا موديل بيبي. تو اي مامو تحب تمشي تعمل شوتينغ في الفوتوغراف ولا حاجه ديجا مش تلقى انا اسبي معناها مزيان، فما دي ديكوراسيون مزيانه اللي تحب تعملها على طول. انا نقول على طول الفوتو كامله البيبي موجود في الوسط والديكوراسيون يبداو انتوري بيه، معناها كيما الفوتو هذيا هي فوتو بالعرض فيها الديكوراسيون متالي، واحنا نزيدوا عليها هذيك الديزاين نتاعنا والتوش نتاعنا المزيانه باش تجم تكون تحافظ على التصويره المزيانه نتاعك، وزاده كيف كيف ديزاين حلو اللي هو تيم بيبي كيما تشوفوا. زاده كيف كيف لي مارياج، زاده كيف كيف فما لي مارياج اللي يخرجوا يعملوا دي شوتينغ لبرا في الـ في الـ في لي زوتيل ولا في اي بلايص حلوه، زاده كيف كيف تلقى العرايس مزيانين ومعاهم لونتوراج نتاعهم زاده كامله، تصويره كامله كامله تجم تكون في الفوتو بوك هذايا وتحافظ على الميم نقولوا احنا لاسبي نتاعها والشارم نتاعها ما يوفاش. دونك هذا هو بوكي الفورما بانوراميك المزيان اللي يجم يكون حل برشا ناس تصورت في تليفوناتها ولا كيف كيف بور لي بروفيسيونيل. فما حتى اوبسيون ديجا تلقى فوتو بانوراميك معناتها التصويره هذيك تطلع لك على طول مش باش تتقصر ماهيش باش تتقص، معناها هي هذيك هي الحاجه المزيانه نتاع البوكي هذاك هو ما نجموش ما نقصوش منها حتى شيء. معناها تلكي الفوتو بالعرض نتاعها تتحط، خاطر احنا تويكا بويسكو احنا نستعملوا برشا تليفوناتنا نستعملوا التليفون ديما ستوريات ولا ديما بالفيرتيكال. دونك حتى كيف نحبوا نصوروا حاجه نصوروا روحنا سيغي، ما نجموش نصوروا الارير بلون. التويكا في استغلوا الاوبسيون اللي عندك بانوراميك، راهو بوكي سهل تركوا الحق هذه بويسكو احنا موجود عندنا الفورما بانوراميك، معناها استغل المامو والبلاصه اللي انت فيها. دونك احنا لي فوتو بوك اللي عندنا يجمو يحافظوا لك على اللحظه هذه. دونك هما دي غون فورما موجودين في بوكي، وزاد كيف كيف فما الصغرون كي العاده ديما تحب الصغروني اللي يحب حاجه صغرونه، زاد كيف كيف بوغ لي فواياج، زاد كيف كيف احنا فواياجاتنا نمشيو بلايص برشا بلايص مزيانه. دونك كيف كيف يجم يكون فوتو بوك صغرون وفيه اللحظات المزيانه اللي تجمعنا. دونك هذوما هما لي زارتيكل الجدد في بوكي. هو الكونسيبت كامل من نقولوا على مانيير جابونيز، خاطر هو هذوما طلعوا به الجبابنا كيما نقولوا هما اللي خدموا به الفورما هذايا، واحنا زدنا ديفلوب معناها عملنا ديفلوبمون فيه، وكيف كيف خدمناه بالتيسو وبالكاليغرافي اللي هو التوش نتاع بوكي، زاد كيف كيف تجمو تلقاوه في البوا بالتيسو الميلونج كيما العاده ولا بالكوفرتور امبريمي اللي حكينا عليها المره الفايته، زيدا كيف كيف موجوده في لي كوفرتور الكل ديسبونيبل. كيفاش نجم نتصلوا بوكي؟ سهل برشا، يدخلونا على الباج فيسبوك بتاعنا بي او او كي اي
ويشوفوا لي فيديو اللي موجودين زاد كيف كيف واللي غران شوا اللي موجود عندنا، وزاد كيف كيف يجمعوا ويتابعونا على الانستغرام بوكي زاد كيف كيف بي او او كي اي، ولا زاد كيف كيف اللي يحب يعدي كوموند ويحب زاد يستفسر ويتكلمنا يجم يتصل بينا على 53 369 30، يجم يعدي لي كوموند نتاعو غاديكا. وزاد كيف كيف ما ننساوش السيت نتاعنا اللي هو booki.in، اللي يجم اي انسان اللي هو نقولوا احنا لي زاماتور اللي عندهم لي تليفونات ولا لي بروفيسيونيل اللي عندهم هو الفورما بانوراميك هذوما في السيت. هو السيت هو سيت يقبل اي فورما جي بي جي، معناها فيرتيكال اوريزونتال يقبل كل شيء. يسوفي انت تتعدى بالبرانسيب نتاع نتاع السيت اللي هو فاسيل، معناها تنجم تعمل سيليكسيون نتاع لي فوتو اللي تحب عليهم وتعمل الفورميلير اللي موجوده في السيت وتتبعث الكوموند فاسيلمون وتوصلك الباب بالدار كيما العاده ليفريزون ادوميسيل. ومرحبا بالناس الكل شي بوكي. ويعطيك الصحة سهيرة بكر صاحبة مشروع وبراند بوكي، ونعاود نذكركم انه لي فوتو نتاعكم راهو في السيت مع بوكي، راهو في الحفظ والامان، راهو سيت سيكوريزي على الاخر وناس بروفيسيونيل. يعطيكم الصحة سهير وميرسي بوكو بوكي. خلينا نمشيو بحذا الشيف سامي. مشكورة فاتوما، نوصلوا كالعادة للحاجة الحلوة بامضاء سمارت شيف. اليوم باش نعملوا الكيك ماغبغي، دونك كالعادة لي كومبوزون الكل عندنا. أول حاجة باش نبداو بها البريباراسيون. ما هو نستحق 100 مليلتر حليب، كعبتين عظم و 100 غرام زبدة بطبيعة ذوبناها، ثم باش نحركوهم كالعادة مانيوال مو احنا بالفوي كيما تنجمو زادة بطبيعة بالماشين الكتريك، كل واحد ولي عنده بطبيعه حتى بمغرفه ما نحلوش، المهم نحصلوا على بريباراسيون اوموجين ومخلطه بالكدا. دونك كيما تشوفوا لهنا انا حطيت صحفه فيها شويه حليب، حتى تشوفوا من بعد علاش. دونك هذايا لي بريباراسيون باش ناخذ منها ان تيير. باش نحطو الصحفة هذايا اللي باش نزيد عليها كيما تشوفوا شوية حليب. بقى لازم ديما ننظفو البلاصة نتاعنا. ولهني باش نلقاو الكاكاو زادا كيف كيف من عند سمارت شيف حاضر. نحطوا منه شوية هذا باش نحركوه، باش نعملوا به المربراش تاع الكيك. دونك سي بون، ولات عندنا لا كولوراسيون كيما تشوفوا نتاع الجاتو نتاع الشوكولا. ناخذوا لي بريباراسيون هذيك بالطبيعة دهناها بشوية زبدة المول نتاعنا، هذايا البارتي الأولانية، هذايا البارتي الثانية. وتوا جوست باش نحركوها باش يصير المربراج من داخل. تقعد جوست حاجة بركة اللي هما لي بيبيت دو شوكولا زادا كيف كيف حاضرين من عند سمارت شيف، باش نعملهم با ماغي باش نذوموهم من بعد باش كيطيب بالكيك باش نصوبهم من الفوق ونزيدهم شوية كاكاو للزينة. دونك اقعدوا معنا ما تبعدوش باش نرجعوا من بعد نشوفوا الطاولة نتاع الويكاند. ميرسي بوكو شيف، يعطيك الصحة. وقيت باش نحكيو مع جيهان غزير ولي زاستيوس مع لارين بيو.
اون فيت فاتوما احنا نسي من اكثر الهواجس اللي نعانيو منهم هي النظافه الشخصيه. دونك نبداو نلوجوا على دي برودوي باش يرتحونا من المشاكل نتاع الالتهابات المهبليه كيما الروايح الحكه والافرازات. دونك اهم حاجه ان نلقاو برودوي يتماشى مع البزوا نتاعنا وميم طو انه هو افيكاس ويكون ناتوريل وامن. دونك امن. دونك اليوم كي نحكيو على لاغين اللي باش نلقاو عندها مجموعه العنايه بالمناطق الخاصه والهوني نحكيو على الجيل نيتوايون نتاعهم اللي هو الباز نتاعو زيت البابونج اللي هو مضاد للبكتيريا مضاد للفطريات يقوم بتوحيد وتفتيح المنطقه الحساسه ويعطينا سونساسيون بالراحه وزيد ابار كل شيء هذا انه هو البي اش نتاعو نوتر. دونك نحكيو على حاجه باش تعدل الافرازات وتامن التوازن للمنطقه الحساسه ما تمسهاش وما تغيرش فيها بالضبط. دونك زيد نلقاو معاه الكريم وهوني نحكيو على كريم التفتيح وهوني نحكيو على جميع المناطق اللي تعاني من الاسمرار سواء لزيسيل سواء للمرافق سواء للرقبه والا للركيب فما شكون زيد يصليو دونك يطلعوا لهم دي تراس معناتها دي تاش بروين دونك يستحقوا الحاجه توحد اللون نتاع المنطقه اللي تعاني من الاسمرار وميم طون تكون انها هي تعطي ادغاتاسيون وتحافظ على المنطقه هذيك. دونك هوني ننصحوهم زيد بالكريم اللي الباز نتاعها زيت البابونج ومعاه باش يلقاو عرق الصوص واحنا نعرفوا اللي عرق الصوص نلقاوه في اقوى لي برودوي اللي يوفروا التبييض والتوحيد نلقاوه في لي دونتفريز وغيره من لي برودوي معناتها فارماسيوتيك. دونك هوني احكينا على الباك النيسيسير للمنطقه الحساسه باش نمشيو نحكيو على لي تخوا بروم اللي هما لي بارفان انتيم. هوني كي نقولوا بارفان انتيم مش نحكيو على المنطقه الحساسه اكاها ونحكيو على البدن الكل على خاطر الباز نتاعهم فيتامين او مع زيد نلقاو الفيتامين سي. دونك هوني يعطيهم ادغاتاسيون للبدن وتفتيح وميم طون يلقاو الروايح البنينه. دونك نلقاو الغوج اللي هي النوت نتاعها نلقاوها سكري الباز نتاعها لي فغوي غوج نلقاو البلو اللي هي مارين وحاجه نحكيو عليها هوني خفيفه دونك نلقاو التركيبه نتاع الطحالب البحريه. وبالنسبه للبارفان سيلتا اللي هي الجون نلقاوها الباز نتاعها فلورال وهوني نحكيو على التورنيسول. دونك فما حاجه اخرى زيده فما شكون اللي يحبوا معناتها على حاجه تبدا سبيسيال وهوني بيان سور باش نلقاو التوش معناتها نتاعنا الهوني التوش الشرقيه دونك باش نلقاو مسك الطهاره اللي هو مسك الطهاره الاصلي دونك اللي ما فيهوش اضافات كيميائيه خالي من اضافات الفازلين. دونك الهوني نحكيو على ريحه بنينه وميم طون توحيد وترتيب للمنطقه اللي باش نحطوه فيها وهوني ديما ننصحوا به المناطق النبض. دونك هذه الجامة نتاع لاغين بالنسبة للمناطق الحساسة. يلقاونا كيما العادة على الباج فيسبوك نتاعنا لاغين بيو سامحوني وإلا الانستغرام نتاعنا وبيان سور النيميرو نتاعنا اللي باش يلقاوه إن شاء الله على الشاشة. إيوي دونك جوست الاستعمال لهنا جيهان استعمال يومي ولا مرة في الجمعة ولا كيفاه؟ باهي بالنسبة للاستعمال نتاعنا بالنسبة للجيل هو ديما ما بين مرتين وثلاثة مرات في الجمعة. بالنسبة للكريم الهوني الاستعمال نتاعها دو فوا باغ جور يعني نستعملوها في الصباح وفي الليل. بالنسبة اللي باش يستعملوها في مناطق باغ اكزومبل فما شكون يقول لك أنا نعاني من المشكل نتاع أمراض مثلا السكري ولا الكبد يطلعوا لهم دي تاش الهوني دونك نقول لهم إذا كان باش تكونوا معناتها باش تقابلوا الشمس دونك دو بريفيرونس يكون الاستعمال ليلي أكاهو. إذا كان في بلايص تكون بعيدة على الشمس دونك يستعملوها صباح وليل وهكاكا باش يلقاو النتيجة. فما فاتوما سؤال جينا بعد المرة اللي فاتت وقت اللي تعدينا في الويكاند دونك على قداش يقعد يستعمل البرودوي باش يلاحظ الفرق. دونك الهوني نقولوا لهم راهو أنت ودرجة الإسمرار معناتها مش كيما اللي عنده مشكل درجة مثال درجة ولا زوز ولا ثلاثة. دونك هذايا هو بطريقة الاستعمال يبدأ يلاحظ الفرق نتاع البرودوي قداش يعطي في نتيجة. بالنسبة لي بروم هذوما في اي وقت ينجموا يستعملوهم على خاطر هو ديجا معطر ويعطي ادغاتاسيون للبدن. يعطيك الصحه جيهان وميرسي بوكو. لاغين بيو نلقاو على باج الفيسبوك والانستغرام وتليفوناتهم اللي تلقاهم على الشاشه. خلينا تويكا نشوفوا الفقره الخاصه ب مرحبا بكم في حلقة جديدة من روبريك رمضان أحلى باي إل جي. نذكركم البارح حكينا على الدورين دور واللي هو بيبي وسط باب وعلى التوك توك. مثلا أنت اليوم قمت الصباح ماشية باش تقضي وباش تشوف روحك شنو ناقصك قاضية؟ إي سوفي
تشوف شنو ناقص كحليب يا غارة عظم اللي هو تمشي تقضيه مرتاحة. نكملوا اليوم على أهم تكنولوجيا تتميز بها الانستافيو متاعنا واللي هو الكمبريسور لينير انفرتر. علي هو تعطينا ليلجي ديزون دو غارونتي على خاطر يعطينا ان دوغي دفي بلوس كو 20 ans ويوفر لنا 32% ايكونومي دينيرجي. حاجة أخرى ليجين فريش واللي هي تعمل لنا فيلتراسيون للهواء اللي عندنا في وسط الغفريجيراتور نتاعنا، نحي توسكي بكتيري، نحي توسكي شامبينيون وميم حتى اللي موفيز اودا. احنا بطبيعتنا نطيبوا ونستعملوا بصل ولا ثوم ولا اللي هو، وكي نحطوه في وسط الفريجيدار نتاعنا ينجم يعمل لنا الريحه مع الجي تنسيها، على خاطر كيما قلت لكم راي لاي جي ان فريش هو ان فيلتر يقعد مع كافي لا تستحق لا باش تبدله ولا باش تنظفه ولا يتعبك مدام. وكيما قلت لكم اللي للجي خمت في اللي ديتاي اللي يهمونا الناس الكل، هذاك علاش وفرت لنا دي زيتاج اون فيغ ترومبي، يعني لو كان جبدناه وغسلناه وفلت من يدينا ما خافوش عليه راه ما يتكسرش ما يصير له حتى شيء. حاجه اخرى زاده راهو المراه اللي تخدم سورتو تلقاها كل نهار احد تحضر في ماكلتها وتحضر في الباتش كوكينج نتاعها نتاع جمعه كامله، دونك راهو لي زيتاج نتاعنا يتحملوا رزان يوصلوا حتى ل 150 كيلو. وحاجه اخرى زاده راهي ما نسيتناش فيها، وفرت لنا ايتاجير بليونت باش في صوره ما نحبوا نحطوا طنجره ولا معون عالي توفر لنا اكثر سباس في وسط الغفريجيراتور نتاعنا. حكينا اليوم على الكمبريسور اللي تتميز به الجي واللي هو لينير انفرتر، وعلي هو الجي تعطينا 10 سنين جارانتي على خاطر برودوي دورابل. رينا زاده مع بعضنا لاجي ان فريش اللي تستحفظ لنا على الهواء نتاعنا وتستحفظ لنا على الغفريجيراتور نتاعنا من اي بكتيري ولا شامبينيون ولا حتى اي ريحه خايبه. زاده كيف كيف شفنا لي زيتاج اللي هما كلايت اون فيغ ترومبي واللي وفروا لنا اكثر اسباس. كان تحبوا تعرفوا اكثر ديتاي واكثر انفورماسيون على انستافيو ال جي تابعوني الجمعه الجايه في روبريك رمضان احلى باي ال جي معايا انا ريحاب. هذه كانت فقره ال جي وقيتو باش نحكي كومفورتكس وسوتيم ونحكيو على بيان سور جريه بريستيج الكبيره اللي ان شاء الله تكون من حظ واحد ولا واحده من اللي تابعوا في برنامج الويكاند. نعطيك الكلمه رستم. بارك الله فيك فاطمه. يعيشك. قدمت تقديم باهي للجرايه البريستيج. فاطمه لهنا باش نحكيو على البريستيج اللي هي كيما حكينا امس وعطينا لمحه اللي الوقت نقولوا بريستيج معناها نحكيو على ريسورون ساشي. وقت نحكيو ريسورون ساشي ديريكت نفهموا الانديبوندونس دو كوشاج، معناها كيما نشوفوا في البي ال في كيما امس قلنا البنيه قاعده تلعب وما راقده الور لا ما تتحركش، وخاصه توا ولاو الناس الكليك بحكم يتحركوا الكوبل يقوم يدخل خدمته مؤخره باش يتقلق شويه. لهنا برستيج باش تحبي لنا الحكايه هذه. التيسو نتاعها اونتي اكاريا اونتي بكتيريا، الموس نتاعها سي دو موس دو لا اوت ريزيليونس، حاجه تبدا المتلة مرتاحه كونفور الكوتون واللان اللي مستنسين به الساده المشاهدين في المتلا كونفورتكس. لهنا فاطمه حبيت نوضح حاجه وان شاء الله الجمعه الجايه باش نجيب كوب نتاع لي روسورون ساشي. ما يخفاكش اللي البوان نتاع البدن نتاع الانسان مش كيف كيف. مش كيما البوان هذه، مش كيما البوان هذه، مش كيما الساقين. الور لا في المتلا نتاعنا البرستيج باش نلقاو فيها تروا زون. الزون الوسطانيه ليفيكاسيتي نتاع لي روسور نتاعها اقوى من الاخرين، ماهماش فوالا علاش خاطر البوا كامل هنا. فهمتني؟ مش كيما الواحد باش مثلا شيرة الراس ولا شيرة الساقين ما فيهاش برشا بوا. لهنا لا دونسيتي نحكيو الكثافة بالعربية والدونسيتي بالفرونسي نتاع الروسور مش كيف كيف، هيك علاش نقولوا البرستيج فيها تروا زون. الزون الوسطانيه معناها لا دونسيتي نتاع الروسور، ما نحكيوش راه وقت نقولوا دونسيتي بخلاف الروسور زاد فما حاجه اخرى فاطمه في الموس مام اللي موجود في اللي ماتلا راهو الدونسيتي
تتبدل. ليبيسور نتاع الموس يتبدل. ليبيسور نتاع الوات والا الجراماج نتاعه والا نتاع الكوتون يتبدل من جرايه لجرايه اخرى. لهنا الجارونتي نتاعها 7 سنين. للساده المشاهدين يلقاو مع كل ماتلا نتاعو الفيش دو غارونتي نتاعها وقت اللي يقراها يفهم اش معناها الماتلا نتاعها. فما اسبي اخرى ماذا بينا نحكيو فيها شويه وقت نحبوا نحافظوا على الماتلا نتاعنا ما فيها باس مره في الشهرين وقت اللي بخلاف اللي نقلبوها خاطر هي في حد ذاتها فيها شيرة صيف وشيرة شتاء. احنا ما عندناش 4 4 سيزون معناها ربيع احنا ديما عندنا يا شطر صيف يا شطر شتاء. الماتلا نتاعنا مره في 6 شهور باش نقلبوها شيرة صيف ولا شيرة شتاء. لكن ما فيها باس المراه اللي باش تحافظ على الماتلا نتاعها وقت تدورها شيرة الراس تولي شيرة الساقين باش حتى لي روسور الماتيير الموس الوات الكل ياخذ لي لون نتاعو ويرتاح. لهنا اللمحه هذه حكيناها على البريستيج برودوي كونفورتكس نتعدى بيك البرودوي كونفورتكس هوم اللي هي ان شاء الله باش نلقاوها في سوسه الجمعه الجايه من 9 حتى ل 19 باش ان شاء الله زاد الويكاند باش تكون مواكبه ان شاء الله الستاند ونشوفوا المعرض نتاع سوسه. نرحبوا بالساده المشاهدين اللي في الساحل الكليكا نقولوا لهم راهو كونفورتكس معاكم ومرحبا بكم. واللي يحب باش يربح الماتلا هذه يدخل على الباج نتاعنا باش يلقى تصويرتي وتصويرتك في على الماتلا ويعمل جام ويتاقي 3 من صحابه. ان شاء الله الجمعه الجايه عندنا تيراج وسور ان شاء الله بحول برستيج. هذاك علاش كونفورتيك تصروا الحاحا انكم تجربوا الماتلا نتاعها قبل ما تشيو باش تفهموا الكلام اللي يحكي فيه رستم. ممكن تحكي روسور وكل شيء برشا ناس ما تفهمناش لكن جربوا تفهم المقصود نتاع رستم. خاصه مع الروفوندور اوفيسيال اللي واخذين اوفيسيال على كونفورتيكس راهو باش يلقى كل ما تلا البزوان نتاعو كان اورتوبيدي كان رويال كان البرستيج الحديث اللي قاعدين نحكيو تو احنا 4 سنين في الويكاند نحكيو ونفسروا الماتير الموجوده نتاع الماتلا. يا سيد المشاهد امشي جرب الماتلا نتاعك قبل ما تشريها كيلكو سوا تكون رويال برستيج حديثنا اللي نقولوه وقت نقولوا الانديبوندونس دو كوشاج الور لا ارقد وعمل لي زيسي كما صارت وقتها في معرض الكرام وجاونا الساده المشاهدين وتفرجوا فروشات منصوبه مش كان انا راقد عليهم برك. ميرسي يا رستم يعطيك الصحه وميرسي كونفورتكس وستيم. فاصل ونواصل. علاش ليه؟ نعرفوك مرا حاذقة وقديرة. تعلمنا منك سر العجنة بالليد وخلطة السميد وحرفتها وفتلتها بالكعبة بالكعبة لنتشيح عجنتها. اللي شفناه تبعناه باش عملنا قبلنا حلالم أصلية كما حلالم كل مرا مجدية. حلالم وردة البنة الزمنية وردة سرها المحبة. التوانسة كيف يحكيوا على ماكلة بنينة يقولوا طايبة سلا سلا
وتن البدر حضرناه سلة سلة، محضر بطريقة تقليدية، مرقد في أحسن زيت زيتونة غني بالأوميغا 3. تن البدر صحة ونكهة وبنة. عرفت شي توسر تن البدر وهل يخفى القمر؟ حارة اوبا ده جامد يا عم نايس ممتازة بنينة رائعة حلوة بس حارة والله بس عادها قوية طبعا ميسي يا لب عسل الله حارة تحب تزيد زيد هذه تفيد حتى علشان الجو نفس النوع بس تقدمه